是内心。那啥子呢？哎呀哎呀哎呀！哇，那现在是我带来的妈妈。دونك مبروك عليك. بارك فيك. أول وحدة في الولاية في بلاد سليف. وي. عرفينا براها. طاب السيني هاد ناجحة في جهة بكالوريا دورة 2024 متحصلة على معدل 19.41 مرتبة الأولى ولائيا في ولاية سطيف. دونك المعدل؟ معدل 19.41 ثانوية بن علي بالصالح. الله يبارك. يعني جا مور قصة بينا وي قصة 12 سنة دراسة ماشي عام برك واحد جاني في طوال مسيرتي الدراسية تحصلت على المراتب الأولى معدل 19 حصلت عليه توجو بصح في البكالوريا كانت فرحة وفلو سبيسيال وحسيت له أكثر وفرحة فرحت بزاف وجون أتوندي با 19 جا أتوندي أن 18 بصح اكتبها لي ربي والحمد لله الحمد لله كلش بيد ربي. وكذا حكينا يعني على التخصص ولا شي كتشوفي روحك يعني في المستقبل دونك واش راح ديسيدي ابي بخي تخصص يعني كتخصص اولي ربما جاتك فكره جي با انكور ديسيدي بصح اني اونتر طب ميديسين ولا ليكول سوبيريور تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال. ربما تبعتي الاخت ولا كنتي تخمي فيها من قبل ولا نو الاخت كي دارت ميديسين دونك انا بالك حبيت نبدل درت لانفورماتيك جوبت بوغ لانفورماتيك بوكو بلوس اوني فيير اوني فيير الا توجور ايتي بروميير مي دوبوي سون جون اج من الابتدائيه وهي الاولى في ليتابليسمون ماشي ميم با في قسمها كنت انا نقرا معاها كانت هي الاولى في المتوسطه في كاع جميع المستويات نستعرفوا بها وان شاء الله نجاحات اخرى الحمد لله يحفظها ان شاء الله الحمد لله انا كانت عندي ثقه فيها Elle a toujours gagné ma confiance durant toutes ces années. Mais si c'est pas quand on dit c'est pas fait à Kabir, quand c'est acte, mais les petits y est loula, voilà. Même malgré ma jette, y est loula, on a fait la série loula. Et elle, qui m'en dit le, le un, c'est ça, يعني بفضل الله avant tout. Ou حاجة كي تكتب لك يا ربي يعطيها لك معنا دونك مبروك عليكم بارك لك ممكن يعني تحكي لنا يعني شعورك ولا كيفاش تلقيت اللحظات الاولى يعني الخبر انه بنتك هي الاولى في سنين يعني كانت مفاجاه يعني بالمرتبه الاولى في ولايه سطيف بصح كنت نتوقعها على حساب المعدلات اللي كانت تدي فيهم طوال مشوارها كانت تقريبا كانت تدي نفس المعدل يعني يعني كسوسوا كسوسوا في الليسي ولا في السويام دونك يعني فريمون جنيتي با سيربري والحمد لله.